تنزلي جولة كاملة. جولة كاملة ما تنزلي. شوفي من الحين سريع. أنت ما قلت جولة كاملة أصلاً. لا جولة كاملة ما تنزلي، هذا الحكم، هذا الحكم، جولة كاملة ما تنزلي. جولة كاملة ما تنفذي يا ضعيفة. أوكي أوريك أنا. أنا يا أوريك يا. أنت وهذا الشيت اللي عندك حطيتهم في بالي أنا والله. يا ويا بي لعب طناخ ما في شح. إيه صح، ويا بي يقول نلعب طناخ ما في جحفلة ترى. أوكي أوكي يا ضعيفة. أنت يا ورع والله لو جاء واحد من محاسن أقول يلا البسي أنت البسي. أسكتي والبسي يلا فوق بعض، يلا فوق بعض يلا. لا قاعد ألبس أنا، لا تصارخ علي. أي يلا يلا سريع ما عندنا وقت. الرابع يلا يلا ألبسي. هذا الثالث والله لو أوريك. لا جحفلة مسموح قولي له. كل شيء مسموح يا أخي، أنتوا ما تقدرون حتى لو يقول كل شيء مسموح. وإذا تبي جحفلة والله هي تعرف شو نسوي في الجحفلة. وي آي بي يقول إذا تبي جحفلة أنت تعرفي وش نسوي في الجحفلة. مسوي مطروخ يعني مسوي نفسي نزل. أنت تعرفي وش نسوي في الجحفلة. مسوي نفسي نزل أسود. أقول يلا يلا. لا قلبي والله يا برنس. يا وي آي بي شيتا ما قصرتوا، بالله وجيكم شكرا يا. أقسم بالله ما قصرتوا بالله وجيكم. والله يا ويلكم. يلا ألبسي ألبسي ألبسي. قاعد ألبس أنا. ألبسي. ألبس أنا لا تصارخ علي. أي أي أي. ترى قال كفو عبود ثمانية أحكام صلح. كفو كفو والله كفو قطيع. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ترى والله قل لها حيتان تسكر ملفك ما نحتاج اسود. صح يا وي اي بي. وي اي بي يقول ترى حيتان يقفل ملفكم. دقيقه يقول يحبك شيتا وهوسك تخسي. ما احبك انا، اكرهك، ما اتشرف فيك، اطلع من عندي يا اخي. احسن ولا اطلع. والله انت مهايطيه. الدبل يا المهاتم الدبل يا يهايط علي وبعدين تقول كذا. كل واحد ينزل ورده اسمعوا، كل واحد يشيل يمكن عندكم ورده. اطلع من ورده نحتاج ورده الحين. يلا يلا اطلع خليكم ورده. كفو يا وي اي بي. باقي كم ورده تخيلوا. نزلوا نزلوا باقي كم يا المحاسب. كل واحد ينزل ورده. نو واي نو واي. ها لبست انا لبست. كفو يا ريان. لا والله الوقت مره قليل، الوقت مره قليل يا جماعه. لايكات انشر البث الوقت هذه كان مره قليل يا قلبي والله يا اي حنا نفوز. حنا نفوز بدون دبل ان شاء الله وطرق. هذه اخر جوله يا اسمعي يا ويلك مني. اسمعي والله يا ويلك مني يا ريان في ديد. اسمعي وي اي بي يقول اهربي. يلا اهربي ارهب يا شيتا. ينزل اسود شيتا يا شيتا علماء يا شيتا يا ورع علماء. قلت لك ما بقروشك مسوي. ليش مقهورة؟ ليش مقهورة من شيتا؟ والله لو شيتا ليش مقهورة من شيتا؟ هذا يلقم والله. ليش مقهورة من شيتا ويا بي؟ شكرا والله يا ضعيفة يا ضعيفة. شيتا يا شيتا ما حد قدك يا شيتا. قولي ما حد قدك يا شيتا. قولي يا رب الكعبة لو جاء واحد من محاسبي هذا ولا شيء أصلا. هذا شيتا مسوي نفسه مطلوب. 10,000 أقول علماء يلا 10,000 دون دبل يا جواد. شكرا والله يا قلبي والله. 10,000 دون دبل يا ضعيفة. هذا شيتا مسوي نفسه مطلوب. جاء عندي قال لي أرسل لك أو أفوزك. أقول تخاسي ما بقروشك والله لو أشير للداعمين اسمعي الداعم الأول عندي وي آي بي يقول خلاها تكتب على حسابها شيتا سكر ملفي. والله يخاسي ما أكتب حكم. واو حكم عجبني مرة الحين. الحكم هذا عجبني مرة. الحكم هذا عجبني يخاسي والله. والله تكتبي والله تكتبي في بايو في حسابك هذا في حسابك الأساسي في حسابك الأساسي بتكتبي يخاسي. والله بتكتبي بتشوفي. خسون السكور عالي مرة عالي. خسون انتو كلكم. السكور عالي عاجبني الوضع يا جماعة. شوفوا ترى السكور عالي. اسمعي السكور عالي اول العالي ما اشوف 10,000 يا ضعيفة. انتو شوفوا سكوركم. شوفوا سكوركم يا شيتا. بيض الله وجهك يا شيتا. وش القوة هذه يا شيتا يا برنس. شكرا والله يا قلبي انتو كلكم. طيب اسمعي يا شيتا اسمعي. يا شيتا انتوا سالتوا انتوا قلتوا اسمعي انتوا طلبتوا من الجحفله. صح وي اي بي شكله وي اي بي شكله طفى نزل ورده. اقول يلا القمي 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 يلا. انت لا تعطي. انت شوفي سكورك شوفي سكورك يا ضعيفه.
يا قلبي والله يا ترى ما نسمع صوتك الا قليل يا عيوني. اسمعي حطي ارفع الجوال ترى ما نسمع صوتك زي الناس. يا شيتا يا شيتا شكرا على الوقفه يا شيتا. اسمعي اسمعي عيوش الحكم الاول الداعم الاول يقول اكتبي في البايو عندك شيتا الداعم شيتا قفل ملفي. الشيتا قال كذا؟ لا انت الوي اي بي يقول الداعم الاول. ما اسمع كلامه يخسي اقول يلا انت ما اكتب اسمه حتى والحكم ما اكتب اسمه بعد ما تبغى تنفي طرق الحكم الثاني. والحكم الثاني جيب العصا اقعد يعني العصا. والحكم الثالث تهزي جولة كاملة. عبوت خاسي تعطيني احكام كذا عشان اكتب اسمه؟ والله تخاسي ابي احكام بنات. اوكي احكام بنات اكتبي لا ما بايو. لا ما ابي اكتب اسمه ما الداعم شيتا ما حد يقدر عليه. الداعم شيتا قفل ملفي. ما احب اكتب اسمه. لا والله ما اكتب. انت ليش عبيطه ليش طيب اسمعي سؤال ليش مقهوره من شيتا؟ سؤال لين ابي اوديه على الماي بعدين اقفل. طيب مستحيل الكلام اللي قاعد تقولي انت. اسمع وش تقول مستحيل؟ والله انا ما اشير للداعمين انا ما احب عشان كذا ما شيرت. والله لو جاء واحد شوف الهياط الزايد يلا نفذي سريع. انا عندي داعمين ينزلوا الملايين يا عبود انت بعد تعرف هالشيء. اسمعي والله كتبتي هذاك اليوم في كثيرين خالد اسمعي ذاك اليوم انت كتبتي وي اي بي قفل ملفي. يلا اكتبي الحين اكتبي ما اكتب اسمه. عطني ثلاث احكام بعدين طيب الحكم الاول حكم البايو تكتبي الداعم شيتا قفل ملفي ما حد يقدر عليه. الداعم شيتا راح الماي بالغلط اقول يلا. والحكم الثاني حكم العصا. والحكم الثالث حكم العصا شو ولا جيب البير. اسمعي احطها في خشمي. اسمعي جيب لا اقعدي على هذا. والحكم الثالث جيبي بيضة وأرجع هناك ورا وأقعدي كذا كأنك قاعد تبيضي لمدة دقيقتين. عبود خسي تعطيني أحكام بنات ولا أجلدك بالنعال معك؟ هذه أحكام بنات. أرحب يا فواز. بالله عليك هذه أحكام بنات الحين؟ إيه. صاحي أنت الحين؟ إيه. أجلدك بالنعال ورب الكعبة خلك عبود. يلا نفذ يا عيوش. اكتبي في حكم البايو الحكم الاول حكم البايو. الحكم الثاني حكم العصا. والحكم الثالث اخليك تبيض انت. خلاص انا بكتب في البايو اخليك تبيض انت معهم اللي عندك وي اي بي. كذا تنفذي طريقك. يلا اكتبي الحين نبيك الحين تكتبي خلي اجيب الايباد. جيبي الايباد والحين تكتبي ولا جيبي البيضه وبيضي هناك كأنك قاعد تبيضي. أخليك تبيض أنت. أقول يلا ما عندك أحد. يلا. إيه اسمعي. يلا أنت تحديتي. أنت ليش تحديتي وي آي بي؟ لو قلت. أتحداها الحين بعد أتحدى. لو قلتي سامحني يا شيتا ترى كان وقف معاكي بعد. يخسي. ما ابي قروش انا ما ابي قروش. انت اللي ترى الهياط اللي الهياط الزايد اللي اكتبي في البايو. اول شيء اكتبي غيري البايو اكتبي في البايو عشان نتفاهم معاك. يلا اكتبي سريع يلا جيتو. ارحب يا جي اثنين. خلاص شلونك وش الاخبار يا جي اثنين؟ قل لها صار لك اسبوع تحاول تفوزي ما تقدري. وي اي بي قول صار لك اسبوع ترى تحاول تفوزي ما تقدري. بالله عليك امس وش سويت؟ يا اسمعي اكتبي وش اكتب؟ ترى باقي حكمين حكم العصا وحكم الهز بعد الجولة هذه إن شاء الله. وش اكتب؟ الداعم شيتا اسمعي الداعم شيتا راح الماي بالغلط. أمس أنا وما كفو يا وي آي بي. اسمعي الداعم شيتا ما حد يقدر عليه. طرق يا عيوش طرق. طيب أنا قاعد أنفذ. ليش الجولة؟ ما اطلع ورب الكعبه برب. اول شيء اسمعي سريع اكتبي كملي اول شيء كملي. الداعم شيتا لقم لا ترحمها. ما عليكم ما رحمها لويش. الداعم شيتا لقم
شوفوا شوفوا العنيدة، شوفوا العباطة اللي بداخلها، شوفوا القهر اللي بداخلها، شوفوا كمية قهر اللي بداخلها. أقسم بالله حاسدة، هذه حاسدة، وهذه هذه مقهورة من داخل. أكتبي الداعم شيتا ما حد يقدر عليه، أكتبي. حط كتبت أنا ورب الكعبة وديه على الماي. ما أقفل البث إلين ما أقفل ملف هذا شيتا ورب دش. أقول يلا يعني مستحيل مستحيل. دش آخر جولة دش. خليني.